فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي عامل في المزرعة وهو عامل كافر، هل يجوز لي أن آكل من طعامه ومما يزرعه بيده؟ الأطعمة مباحة، هذه الأطعمة الحبوب والثمار والفواكه هذه مباحة للمسلم والكافر، وأما الذبائح لا، ما تأكل إلا ذبيحة مسلم أو ذبيحة كتابي من اليهود أو النصارى، أما الوثنيين فلا تأكل ذبائحهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.